الله الله على الأزهر. على مصر مين يبعت سلام الكلمتين يا أهل الأنوار، مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءتنا، ندعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند باب حروف قربت مخارجها، وكنا قد أخذنا في هذا الباب بيت تقريبا أو بيتين، لأن احنا بدأنا من أول باب اتفاقهم وبعدين تعطلت الكاميرا، ونبدأ هذا الباب من أوله. باب حروف قربت مخارجها. سبق وقلنا طيب ما الفرق، هي دي حروف قربت مخارجها. طيب السابق أيضا كانت حروف قربت مخارجها، اللي هي ذل إذ ودل قد وتاء التأنيث وحرفي هل وبل أو بل وهل، هي أيضا حروف قربت مخارجها. فما الفرق بين هذا وذاك؟ قال العلماء أو هذا القول يعني تقريبا قاله أبو شامة، قال أن هناك كان حرف في عدة أحرف، إنما هنا حرف في حرف أو إن زاد يكون حرف في إيه؟ في حرفين. قال الناظم رحمة الله عليه وإدغام باء الجزم في الفاء قد رسى حميدا وخير في يتب قاصدا ولا، باء الباء المجزومة، وهذه كلمات مخصوصة وردت في القرآن الكريم، أو يغلب فسوف نؤتيه، وإن تعجب فعجب، يتب ومن لم يتب فأولئك، قال اذهب فمن تبعك، قال اذهب فإن لك، هذه الإيه؟ هذه الكلمات الباء الإيه؟ الباء المجزومة في الفاء قد رسى القاف لمن؟ القاف لمن؟ لخلاد. والراء لمن؟ كسائي. والحاء لمن؟ لأبي عمرو. لأبي عمرو يبقى كم كده؟ كم قارئ؟ لا ما نقولش ثلاثة، نقول اثنين ونص. اثنين ونص. الإمام الكسائي كاملا، والإمام أبو عمرو كاملا، وخلاد راوي عن الإمام حمزة رضي الله عن الجميع. يبقى عندنا اثنين ونص. كم المتبقي من العلماء؟ الإمام نافع بتمامه، وابن كثير، ها؟ لا، وابن عامر. شفت سبت ابن عامر ليه؟ هات بالترتيب كده، نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم، خلاص ادي أربعة. وإيه خلف اللي هو كمان؟ قال الناظم وخير في يتب قاصدا ولا. يتب اللي هو موضع الايه؟ موضع سورة الحجرات. ومن لم يتب فأولئك. القاف وهو سبق معنا، يبقى له في جميع المواضع الإدغام قولا واحدا، وفي هذا الحرف خاصة له الايه؟ الخلاف، أو له التخيير، هي له التخيير بين الايه؟ بين الإدغام والإظهار، بين الإدغام والإظهار. ولا قاصدا ولا ولا النصير في هذا. يعني لماذا؟ يعني برضو تكلمنا في هذه الجزئية سابقا، لماذا اختص موضع سورة الحجرات وأصبح فيه التخيير؟
وفي الباقي قرأ بالإدغام قولا واحدا. في هنا الإمام السمين الحلبي قال: والوجه لخلاد في الوجهين في الحرف المشار إليه اتباع الأثر والجمع بين اللغتين، ما فيش وجه غير كده خلاص. وهذا أدل دليل على أنهم إنما يقرؤون بالتوقيف لا بالتشهي ولا بما تقتضيه أصول الإيه العربية. المسألة مش بمزاجهم، المسألة كده إيه. قال إيه الإمام: وما لقراءة وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلة. يعني مع إيه الفرق بين هذا؟ فالإمام يقول: وهذا أدل دليل على أنهم إنما يقرؤون بالتوقيف لا بالتشهي ولا بما تقتضيه أصول العربية، وإلا فأي فرق بين ومن لم يتب فأولئك وبين وإن تعجب فعجب أو يغلب فسوف؟ إيه الفرق بين إيه بين هذا وذاك؟ يبقى إذن إيه القراءة سنة يأخذها الأيه الأول ولا يأخذها الآخر؟ طيب يأخذها الآخر عن الأول، لا دخل للرأي والاجتهاد فيها. ثم قال رحمة الله عليه: ومع جزمه يفعل بذلك سلموا ونخسب بهم راعوا وشذا تثقلا. وانتبهوا معايا، نقرأ كلمة وشذا نمدها شوية عشان تبقى إذن الإشارة للاثنين، وشذا تثقلا. الكلام معطوف على إيه؟ على الموضعين. الأول الكلام معطوف على إيه؟ إيه اللي معانا الترجمة الأولانية؟ إدغام ولا إظهار؟ وانتبهوا للكلام عشان بعد كده ممكن يخرج إلى شيء آخر تبقى انتبه. ومع جزمه يفعل بذلك، أي وأدغم، لأن في البداية قال إيه وإدغام، يوم الكلام معطوف على الإيه؟ على الإدغام. ومع جزمه يفعل بذلك سلموا. هم مواضع ستة في القرآن الكريم، اللي هو في سورة البقرة موضع، وفي آل عمران، وفي النساء فيه موضعين في سورة النساء، وفي الفرقان، وفي سورة المنافقون، وفي المنافقون على الحكاية خلاص. ومع جزمه يفعل بذلك سلموا. السين لمن؟ رست، يبقى الراوي الأول لأبي الإيه؟ لأبي الحارث خلاص. يقرأ بإيه؟ بإدغام لام يفعل في الذال يفعل ذلك، ومن يفعل ذلك، ومن يفعل ذلك، يفعل ذلك. وبرضه في تقارب مش كده ولا ايه؟ عندنا اللام من طرف اللسان مع ايه؟ مع من فوق الثنايا، الثنية والرباعية والناب، مش كده ولا ايه؟ اللام لأنه لا حرف إيه؟ حرف منحرف. يفعل بذلك ومع جزمه، أي في حالة جزمه يفعل بذال ذلك خلاص. انفرد الراوي أبو الحارث بهذه الإيه؟ بهذه القراءة. ثم قال رحمة الله عليه: ونخسف بهم راعوا وشذا تثقلا. ونخسف بهم راعوا، نعم نخسف، لا نخسف اللي هي في سورة نخسف بهم الأرض، اللي هي عندها النشأ، نخسف بهم الأرض سبأ، في سورة سبأ. نخسف الآية، الآية: ونخسف بهم راعوا وشذا تثقلا. الراء لمن؟ الكسائي. الراء للكسائي. يعني ايه ونخسف بهم؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني ادغم ايه؟ الفاء في ايه؟ في الباء، في نخسف بهم، نخسف بهم، نخسف بهم. وطبعا معروف الايه؟ دي من ده المخرج واحد اهي، اب اف
معي؟ المخرج واحد. وشذ تثقلا، هنا كلام للعلماء، هذا الشذوذ الذي أشار إليه الإمام هو عند أهل اللغة، قالوا اللام دي اللام الأصل فيها التحريك، طب كيف تضغم؟ ولو كانت تضغم فكانت الأولى أنها تضغم في الإيه؟ في النون، أن ال هي أقرب منها، أقرب من الإيه؟ ده إحنا بالنسبة لإيه؟ بنجيب من الأول. وشذ، وشذ الإشارة إلى إيه؟ إلى يفعل بذلك، والإيه والفاء بالإيه بالباء، يعني هذا القول شاذ، هذا الكلام عند أهل الإيه؟ عند أهل اللغة. ولذلك قال العلماء راعوا، معنى راعوا يعني راقبوا، راقبوا شذوذهما عند النحاة لا عند الإيه؟ لا عند القراء. فهم الجماعة النحاة قالوا طب ده الأولى، كنا نقول إيه؟ ومن يبدل نعمة الله، اشمعنى احنا بنقول ومن يبدل نعمة الله؟ طب ده الأقرب، كانت أولى بالإيه؟ أولى بالإدغام. ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لللام. وبالنسبة للإيه؟ للفاء، قالوا إن احنا دلوقتي الفاء ده من صفاته الإيه؟ التفشي، التفشي، لما نقرأ إيه؟ نخسب بهم، يبقى ذهبت هذه الإيه؟ الصفة التي اشتهر بها إيه؟ هذا الحرف. ولكن إن كان هذا الشذوذ فهذه قراءة، هذه قراءة تعتبر قراءة من؟ قراءة الإمام الكسائي. يفعل انفرد بها أبو الحارث ولم يقرأ بها الدوري، أما نخسب بهم قرأ الكسائي بتمام. ماشي أحبة؟ ثم قال رحمة الله عليه: وعذت على إدغامه ونبذتها شواهد حماد وأورثت موحلا له شرعه. الرمزين اللي في البيت الآتي تابعين للترجمة السابقة. وعذت، فين وعذت دي؟ بس فيش حاجة تانية، هما موضعين في سورة غافر وفي سورة الايه وفي سورة اني عذت بربي وربكم من كل متكبر، والتانية ايه ان عذت بربي وربكم ان ايه ان ترجمون. يبقى ايه عذت، عذت على ادغامه، جدد الكلام لابن طالة المسافة، عذت على ادغامه ونبذتها، فين نبذتها؟ طه، فنبذتها، فنبذتها، يبقى هنا يقرأ إيه؟ عدت بربي وربكم، عدت، عدت، وده إيه؟ تمام الإيه؟ تمام الإدغام محض، اللي هو ذهاب الحرف والصفة إيه؟ والصفة معا. كذلك نبذتها، 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 دي في سورة إيه؟ في سورة طه. شواهد حماد، الشين لمن؟ لحمزة والكسائي. والحاء لمن؟ لأبي عمرو. يبقى كم إمام كده؟ ثلاثة. يبقى الباقي أربعة. أربعة مين؟ نافع، ها، وابن كثير، وابن عامر، وعاصم. لاحظوا كده إن معظم الإدغام يدور بين الجماعة دول، حتى فيما سبق، فيما سبق، متفقين معي؟ يبقى الباقي معنا الإمام نافع، والإمام ابن كثير، والإمام ابن عامر، والإمام عاصم بتمامهم، خلاص. وهؤلاء يقرون شواهد حماد، يعني لو حبيت تاخد كلام بقى إيه؟ أدلة رجل كثير الحمد، يعني معناها كده شواهد يعني أدلة، خلاص. شواهد حماد، هنا هذا على هذه الايه القراءة. وأورثت موحلا له شرعه، لان انا قلت لكم عودوا نفسكم ايه اعمل تقويس كده بين الايه عشان تاخد ترجمه ترجمه، يعني من اول ايه وأورثتم، افتح قوس واقفله عند ايه له شرعه عشان تعرف الايه تقطع القراءه معاك. أورثتم فين وردت؟
في موضعين، في سورة الزخرف وفي سورة الايه وفي سورة الأعراف، خلاص في موضعين. حلا حلا طبعا العذب، الشيء الحلو اللي هو العذب يعني، اللي هو ايه، والحق لمن؟ لأبي عمرو. ومن تاني هشام. ومن تاني اهو لاحظوا معانا برضو هم أبو عمرو وحمزة والكسائي، ويدوب دخل معانا ايه نص النصف الأول للإمام ابن عامر، خلاص يبقى معناها ثلاثة ونص بقت تساوي، وهناك معانا ايه يبقى معانا برضو بتمامه الإمام نافع والإمام ابن كثير والإمام عاصم وابن ذكوان، وابن ذكوان يقرؤون بالإيه بالإظهار في هذين الموضعين، خلاص له شرعه. خلي بالك وعذت على إدغامه، جدد الكلام في لأنه بعدة المسافة شوية، وإدغام باء الجزم، إحنا ما زلنا مع إيه الإدغام، الكلام التراجم كلها معطوفة على الإيه على الإدغام. له شرعه والراء جزما بلامها، كواصبر لحكم طالب الخلف يذبلا، والراء جزما بلامها، الراء المجزومة تدغم في الإيه، والراء المجزومة تدغم في اللام، زي نغفر لكم فاغفر لنا أنشكر لي، كل هذه الإيه. وهو جاب مثال الشيخ قال إيه كواصبر لحكمي، كواصبر لحكمي، يبقى نقول إيه نغفر لكم، ودي كمان إذا هو إيه المخرج عند واحد عند من يرى هذا ال، والتانية إيه اللي حرف الإيه الراء، أر كواصبر لحكم ربك فاغفر لنا، تبين معي يا أحبة، يبقى إيه هو جاءت بمثال، والراء يعني إذا كانت مجزومة تدغم في الإيه في اللام، مثال واصبر لحكم ربك. طالب الخلف يذبل بدون خلاف، طال الطالمن الطاء لمن؟ لدور أبي عمرو. قال بالخلف يبقى تعود على الإيه، خلي بالك مش بالخلف يذبل، انتبهوا للكلام، مش بالخلف للي آتي، لا ده بالخلف لإيه لمن سبق. طال بالخلف يذبل بدون إيه بدون خلاف، يذبل اللي قالوا فيه جبل عندهم كان مشهور اسمه جبل عالي اسمه يذبل، فقال لك إن هذا الأمر إيه هذا الأمر مشهور. الإمام الداني خلي بالكم هذا التفصيل، إني الدوري بخلاف والسوسي بلا خلاف، التفصيل ده من عند الإمام الشاطبي، أما الإمام الداني ذكر الخلاف عن أبي عمرو بتمامه، أما هذا التفصيل من زيادات الإيه القصيد. قالوا العلماء والإدغام مشهور من طريق أهل الرقة شهرة جلية عالية، أهل الرقة ما احنا عندنا السوسي ده اللي هو الإيه الرقي من أهل الإيه من أهل السوس، وتوفي هو في الإيه في الرقة دي اللي هي في بلاد العراق في بلاد العراق، خلاص. فهو خلي بالكم المهم إن التفصيل ده من زيادات الإيه القصيدة، أما عند الإمام الداني اللي هو لأن طبعا أنتوا عارفين إن القصيدة نظمت على إيه على وفي يسرها التيسير وإيه رمت اختصار، يعني أنا اختصرت في هذه القصيدة كتاب التيسير. ولذلك لما يجوا يتكلموا العلماء يلاقوا الإمام أتى بشيء زائد عن ما في التيسير يقول لك إيه زاد، علما بإني ممكن هذا الشيء يكون ذكره الإمام الداني بس في كتاب الجامع ولكن لم يذكره في كتاب الإيه في كتاب التيسير، خلاص. له شرعه والراء جزما بلامها، كواصبر لحكمك واصبر لحكمي طال بالخلف يذبل، ويذبل دي قلنا إيه قالوا كده في كل الشراح قالوا ده جبل هو عندهم، بس ما أنا ما حددتش في أي البلاد، بس بقول لك هذا جبل عال اسمه يذبل.
ثم قال رحمة الله عليه: وياسين أظهر عن فتى حقه بدا، ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا. انتقلنا من الترجمة من الإدغام إلى الإيه؟ إلى الإظهار. انتبهوا، وياسين أظهر عن فتى حقه بدا، ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا. ياسين وإيه؟ ياسين والقرآن، نون والقلم. لما نطبق قواعد التجويد على هاتين الكلمتين هيبقى ايه؟ نون ساكنة اتى بعدها الواو، حكمها ايه؟ الادغام، صح ولا لا؟ حكمها الادغام. يبقى من المفترض اقول ايه؟ ياسين معي نون يطبق عليها. قال لك لا، ده الكديه لها حكم خاص عند الايه؟ عند القراء. قال رحمة الله عليه: وياسين أظهر عن فتى حقه بدا. مين دولة؟ العين لمن؟ لحفص. طيب والفاء لمن؟ طيب وحقه، حق دي ايه؟ ابن كثير وابو عمرو. والباء لمن؟ لقالون. يبقى معانا كده كام؟ كام إمام؟ ثلاث أئمة. ثلاث أئمة اللي هو الإمام، الإمام حمزة، والإمام ابن كثير، والإمام أبو عمرو. ومعايا نصين، حفص وقالون راويين. نص الإمام نافع اللي هو مين؟ قالون. ونص الإمام عاصم اللي هو إيه؟ اللي هو حفص. ثم قال رحمة الله عليه: ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا. خلا مضى يعني، خلاص. طيب قال ان نون يدخل ورش مع ايه؟ مع الجماعه دول بالخلاف. يبقى له الخلاف بين الايه؟ بين الاظهار والادغام. الاول احنا عارفين نقرا الاظهار ازاي، هنقول ايه؟ ياسين و ياسين و نون و نون و، خلاص ادي القراءه. هنا دخل ورش في صورة ايه؟ في صورة القلم بالايه؟ بالخلاف. له الايه؟ له الاظهار وله الايه؟ وله الادغام. طبعا الكلام ده من طريق الشاطبية، انما انت هيجي لك هناك بقى من طريق الطيبة هتبقى في خلاف عند مجموعة كبيرة، لان هو هناك قال ايه؟ حط كم، حط كم ثنى رضا وياسين روى ظعن لون والخلف مز نل إذ هوى. والخلف مز نل إذ هوى. الميم لمن؟ هي هي واحد، خلي بالكم الرموز واحد. الميم لمن؟ لابن ذكوان. خلاص نل النون لمين؟ بقى عاصم كله له الخلاف، خلاص. إذ نافع هوى اللي هو دخل مين؟ ابن كثير، يبقى دخل الإلبة. والخلف مز نل إذ هوى هنا. فهي الكلام هنا ايه اللي قدامك هنا اللي انت بتاخده ده من طريق الايه؟ من طريق الشاطبية. من طريق الشاطبية انت بتقرأ لحفص، من طريق الشاطبية يبقى ليك الايه؟ الاظهار. الاظهار قولا واحدا اذا كنت هتتبع الايه؟ هتتبع الطريق وتقيد بالايه؟ بالطرق. وياسين اظهر عن فتى حقه بدا ونونا. يبقى الجماعة دول برضو ايه؟ داخلين في سورة ايه؟ نون. بس نون يدخل معاهم ايه؟ ورش بايه؟ بخلاف، خلاص. ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا. خلا يعني ايه؟ يعني مضى. وحرمي نصر صاد مريم من يرد ثواب لبثت الفرد والجمع والصلاة. يعني الورش بيضرب رؤوس ساعتك. ايوه الاثنين، الاثنين الاثنين من طريق من طريق، ومن هناك هتبقى برضه هي برضه هي هي يعني هناك، لان هناك الخلاف للامام كله، خلاص. وطاسين احنا خدنا ايه؟ وحرمي نصر، مش كده؟ وحرمي نصر صاد مريم من يرد ثواب لبثت الفرد والجمع والصلاه. حرمي نصر بدا لو قدم ولا اخر، فاكرين انتوا في المقدمه قلنا المساله اتشرحت سابقا. حرمي لمن؟ نافع وابن كثير، خلاص. والنون لمن؟ عاصم. والنون
لا عاصل. الكلام معطوف على ايه؟ على الاظهار ولا على الادغام؟ على الاظهار. يعني اظهر حرمي نصر صاد مريم. صاد ايه مريم بقى؟ الصاد. الصاد دي مكونة من كم حرف؟ من ثلاثة احرف، اخرها ايه؟ اخرها دال بس. وبعدين ايه؟ كاف ها يا عين صاد ذكر. صاد ذكر. صاد ذكر. طب الكلام قلنا معطوف على ايه؟ على الاظهار ولا على الادغام؟ يبقى حرمي نصر الدال بتاعت صاد عند ذال ذكر. ما هو متقاربة أذ أد. أذ أد فيها تقارب. بس هو بيقول إيه؟ باب حروف قربت مخارجها حروف. خلاص. طيب هذا الحرف اللي هو حرف الإيه؟ حرف الدال مع حرف الذال في موضع واحد في فاتحة سورة مريم فيه الإظهار وفيه الإيه؟ الإضغام. من الذي أظهر؟ حرمي نصر. ثلاثة من الأئمة. يعني كيف يقرأوا يا حبة؟ خليني صاد عشان ما تروحش ده تطوال. ده انت عندك هتعد حاجة وعشرين مد. ها صاد صاد ذكره. وعشان هيبقى معايا كمان هتدخل ايه التاني هيدخلوني بالصفة هيبقى ايه؟ تمحض الإضغام. صاد ذكره. صاد ذكره. ودي مريحة. دي مريحة مش كده ولا ايه؟ دي مريحة. الإدغام دائما ايه؟ فيه راحة. مين دول حرمي نصر؟ كم المتبقي؟ أربعة. مين ومين؟ أربعة. شيل الاثنين اللي فوق وخد أبو عمرو وخد ابن عامر وشيل الإمام ويبقى ايه؟ يبقى الأخوان. ومين تاني؟ ما هو الأخ حمزة. قلنا حمزة والكسائي. حمزة والكسائي وأبو عمرو وابن عامر الاثنين والاثنين. خلاص. دول يقرؤون بالإيه؟ بالإدغام قولا واحدا. قال من يرد ثوابا. وزي ما أقول لك افصل الحاجات عن بعضها عشان تعرف. من يرد ثوابا. فين من يرد ثوابا دي؟ في آل عمران. معطوفة على إيه يا أحبة؟ معطوفة على الإظهار. أيوة لازم تكون صاحي دايما لكده. وإلا هتلاقي نفسك ممكن دخلت أنت مش عارف بيتكلم في إيه. من يرد ثوابا. يبقى هيجي برضو حرمي نصر. لأن أنا ما عنديش رموز هما اللي فاتوا. حرمي نصر يقرؤون بإدغام إيه؟ بإظهار. أيوة أحسنت. ها بإظهار الدال عند الثاء. ما هو ايه الثاء؟ اقول ايه الذال. هناك هو ايه؟ اظهروا الذال الدال عند الذال واظهروا هنا الدال عند الايه؟ الثاء. مش دي حروف ايه من الاحرف المتجانسه دي؟ خلاص. يقرؤون ايه؟ من يرد ثواب. والباقون اللي هم برضو نفس المجموعه السابقه دول يقرؤون ايه؟ من يرد ثواب. من يرد ثواب. من يرد. من يرد ثواب. من يرد ثواب. لبثت الفرد والجمع والصلاة. الألف خلي بالكوا هنا مش للتثنية. الألف للإطلاق. أحسنت يا حبيبي ربنا يبارك فيك. للإطلاق. لأن دولة مش اثنين ده دولة ثلاثة. للإطلاق الألف والصلاة. يبقى دي ايه؟ للإطلاق. لبثت الفرد والجمع. قال كم لبثت؟ قال لبثت. قال كم لبثت؟ قال لبثت. خلاص. قال إن لبثتم. قال إن لبثتم. إن لبثتم. إن لبثتم. إن لبثتم. ها لبثت. لبثت معي؟ طيب والجمع اللي هي لبثتم وايه وايه ولبثت. طيب تنفع لبثنا؟ لا ما معناش ده احنا بنتكلم على الايه؟ على الثاء مع الايه؟ مع الايه؟ مع التاء. خلاص.
يبقى كل البيت ده كله يرجع ما فيه كل ما حدث فيه من قراءات اللي هي الدال مع الايه مع الذال والدال مع الثاء والثاء مع التاء لمن لحرمي ايه لحرمي نصر خلاص وحرمي نصر صاد مريم من يرد ثواب لبثت الفرد والجمع والصلاة وطاسين عند الميم فاز اتخذتم أخذتم وفي الإفراد عاشر دغفلا طاسين عند الميم فاز وقيدها بالميم عشان يخرج إيه حبيبي شاطر ربنا يحفظك عشان يخرج النمل هو قال طاسين عند الميم أنا عندي طاسين ميم طاسين طاسين ميم يبقى إيه سورتي الشعراء وسورة الإيه هو دم قيدها بميم وطاسين عند الميم فاز أعمل فيها إيه الأول هنطبق عليها قواعد التجويد طاسين طاسين ميم نون ساكنة أتى بعدها هيبقى حكمها الإيه الإضغام هيبقى حكمها الإضغام حسب قواعد التجويد طب الأول عايزين نشوف الكلام ده معطوف على إيه على الإضغام ولا على الإظهار على يصحوا معايا على الإظهار يعني أظهر المشار إليه بالفاء وهو حمزة. الإمام حمزة أظهر نون سين عند الميم في فاتحتي سورة الإيه سورة الشعراء كيف يقرأ يا حبة ها طاسين سين إظهار إظهار وطبعا عشان نظهر لازم هتيجي الإيه الوقفة على دي خلاص وطاسين عند الميم فاز كلام وافصله خلاص بعد هنا اتخذتم أخذتم وفي الإفراد عاشر دغفلة أي لفظ اتخذتم أخذ عندك وانت مغمض عينيك خدها من الآن لغاية ما تخلص التخصص هو الإمام ابن كثير والإمام حفص ويدخل معاهم هناك من الطريق العشرة رويس بخلاف هيبقى رويس بخلاف أما دولة هتاخد انت على طول الاثنين دولة ذلكم بأنكم اتخذتم خلاص لاتخذت معي أخذتم والباقي إيه الباقي يقرون إيه اتخذتم اتخذتم لاتخذت عليه أجرا خلاص أخذتم كل القراء يدغمون الإيه الذال الذال من طرف اللسان والايه والتاء من ايه من طرف اللسان مع ايه مع وصول النطعيه دي. هي دي نطعيه لا مش نطعيه نطعيه ايوه نطعيه خلاص طيب بس لا في لفظ الاخذ والاتخاذ فقط نعم لا في لفظ الاخذ والاتخاذ فقط اي هي دي هي دي خلاص اخذتها اخذتها كل الايه اللي دي يبقى ايه وطاسين عند الميم فاز اتخذتم أخذتم اتخذتم بداية الترجمة اتخذتم أخذتم وفي الإفراد عاشر دغفلة العين لمن والدال لمن يقرؤون بالإيه قالوا إيه دغفل ده خما حاجات إيه دغفل ده عاشر دغفلة بس الناس ما تحطش كلام أي كلام يعني مش يحط كلام بيرص كده طوب جنب بعض ده أئمة ده علماء قالوا العلماء قالوا دغفل دية قيل العيش الواسع وقيل الزمن الخصيب عصر في خير كده خلاص عاشرة دغفلة وفرك نعم ثم قال رحمة الله عليه وفركب هدى بر قريب بخلفهم الأول أنا فتكوا في ياسين أظهر عن فتى حقه بدا ونونا في تأملات للعلماء بيقول لك هو حرك النون بتاعت ياسين وبتاعت نون طيب يعني من المفترض ان يكون ده على الحكاية ان ما هياش ايه ما هياش محركة قال لك ضرورة ايه الضرورة ضرورة شعرية خلاص اللي هي ياسين فاتتني دي ان انا اقولها لكم ماشي يا حبة ثم قال رحمة الله عليه
وفركب هدى بر قريب بخلفهم كما ضاع جا يلهث له دار جهلا. حيبقى تبحل اللي جاي في البيت الجاي البيت الآتي. وقالون ذو خلف وقالون ذو خلف وفركب. اركب دي فين؟ اركب معنا في سورة ايه؟ في سورة هود اللي هي معانا حرف الايه؟ الباء مع الايه؟ مع الميم. هاي الاثنين من مخرج واحد. اب ام اب ام. قال هدى بر قريب بخلفهم كما ضاع جاء. الها لمن؟ الها لمن يا احبه؟ للبازي. طب والباء لمن؟ خلي بالكم رددوا الحاجات دي عشان خاطر بعد كده تبقى ايه خلاص وانت مغمض الحاجات تمشي معاك. والقاف لمن؟ لخلال. دول بخلاف. هؤلاء يقرؤون ايه؟ بخلاف. هيبقى الخلاف ما انا عرفت هنا الاول الكلام معطوف ايه؟ معطوف على ايه يا احبه؟ على الاظهار. ما زلنا الكلام معطوف اي خلاف. يبقى هنا الخلاف بين الاظهار والادغام. اما كما ضاع جاء الكاف والضاد والجيم يبقى يقرؤون بالايه؟ يقرؤون بالاظهار. الهاء والباء والقاف لهم الخلاف بين الاظهار والادغام. اركب معنا اركب معنا خلاص. اما كما ضاع جاء لهم الايه؟ نعم الاظهار قولا واحدا. الاظهار قولا واحدا. طيب يلهث له دار جهلا وقالون ذو خلف. يلهث ايه؟ يلهث برضو جاب هناك كانت الذال مع الثاء. هنا الايه؟ الثاء مع اللي هو الموضع الثاني. فمثله كمثل الايه؟ الكلب. ان تحمل عليه يلهث او لا لا ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك. يلهث ذلك يلهث ذلك يلهث ذلك سهلة. يلهث ذلك خلاص. ده ايه؟ مين اللي عندنا؟ اللام لمن؟ لهشام. والدال لمن؟ والجيم لمن؟ لورش. قال وقالون ذو خلف. قالون اللي هو جاي بعد كده في البيت الايه؟ في البيت الثاني. وقالون ذو خلف. دول يقرأوا بالايه؟ بالإدغام. يقرأوا بالايه يا شيخ محمد؟ ها؟ بالإظهار. وانت قلت ايه؟ ليه؟ لقالون. ده قالون اللي الذي له الخلف. وقالون ذو خلف. اما له دار جهلا خلاص بالإظهار قولا واحدا. يعني انت اللي بيقرأ مش مقصودكش انت. اقصد من يقرأ لعاصم. من يقرأ لعاصم كيف تقرأها؟ بالإظهار ولا بالإدغام؟ بالإدغام. يلهث ذلك. إنما عندك هنا اللي هو له دار جهلا دول يقرؤون بالإظهار قولا واحدا. أما قالون له الخلاف جمع بين الإيه؟ بين اللغتين. جمع بين اللغتين الإمام. وبعدين هيجي دي برضو في الطيبة هيجي فيها خلاف هتتشقلب المسألة معاك. هتلاقي برضو الإمام عاصم بتمامه لأنه هناك قال إيه؟ قال نخسف بهم ربا وفرك برض حمى. وفرك برض حمى والخلف دن بين القوى عثوا لما ده كلام تاني. والخلف دن بين القوى. والخلف دن بين القوى. يبقى كل دول لهم الخلاف. هتبقى المسألة دي خلاص بقت الايه؟ هناك بقى المسألة هتبقى أوسع أوسع. تاخد راحتك. أي بتقرأ وواحد قالك خلاص يا سيدي يجوز له القراءة هكذا. خلاص؟ يبقى هنا ايه؟ وفركب هدى يعني معنى كده حفص له ايه؟
اركب معنا واركب معنا. بس ايه اركب معنا؟ اذا كنت هتقول انا مقيد بطريق الشاطبية يبقى مفروض تقرأه بالايه؟ بالادغام. تقرأ له بالايه؟ بالادغام. خلاص. ومن طريق الشاطبية ولا من طريق ايه؟ يبقى الامام كله. يعني لو قلنا من طريق الشاطبية هيبقى حفص له الايه؟ له الادغام، ومعاه برضو الامام كله، الامام كله يقرأ منها. اما هناك هيكون له الايه؟ له الخلاف. وفركب هدى بر قريب بخلفهم كما ضاع، كما ضاع جاء. ده الكلام السابق. يلهث له دار جهلا وقالون ذي خلف. دار هنا مش بيت، الكلام ايه؟ داري. ده اساسا هيبقى ايه؟ فعل. اي سامح وداري من جهل بهذه الايه؟ القراءه. داريه يعني استره، لان هذا هي قراءه ايه؟ ربما حدث الكلام فيها. هذه ايه معنى ايه؟ يلهث له داري جهلا وقالون ذو خلف. ثم قال رحمه الله عليه: وقالون ذو خلف وفي البقره فقل. هكذا اقرا البيت. وقالون ذو خلف وفي البقره فقل يعذب دنا بالخلف جودا وموبلا. البقره ما تحطش تاء. الكلام ده قاله الامام ابو اسامه قال: واسكن الناظم الهاء من البقره ضروره. ضروره مش هتنفع ان انت ايه تخليها ايه؟ تخليها تاء. طيب موضع يعذب، يعذب من يشاء في سورة الايه؟ في سورة البقرة فقط، لان الموضع ده فيه ايه؟ فيه خلاف بين القراء. يقرأ الامام اهل سامة بالكامل وحمزة والكسائي، هذه خمس ائمة يقرؤون بالايه؟ بالجزم. بالجزم، لان هو هناك قال ايه؟ مع يعذب سما العلا شذا الجزم. أول البيت: وحق رهان ضم كسر، وحق رهان ضم كسر وفتحة، وفتحة ويغفر معي وقصر، ويغفر مع يعذب، ويغفر مع يعذب سما العلا شذا الجزم. يبقى ايه؟ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. طب بقت الباء ايه؟ ساكنة. الباء ساكنة، انتبهوا معي. ووقع بعدها ميم. ها؟ بقت ايه؟ ده سهلة الايه؟ الإدغام. يعذب، يعذب من. أهو هنا بيقول ايه؟ وفي البقرة فقل يعذب دنا بالخلف جودا بلا خلاف. الأول الكلام معطوف على إيه؟ اصحوا معايا. معطوف على الإظهار ولا على الإدغام؟ معطوف على الإظهار. يعني هو بيقول تعالى في البقرة. طبعا احنا هيبقى عندنا الإمام عاصم والإمام ابن عامر بيقرأوا بالإيه؟ أيوة. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، إنما الباقون يقرؤون ايه؟ يغفر، يغفر لمن يشاء، او يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ويعذب من يشاء. اول ما تسمع واحد يقرا كده يعذب من يشاء هتقول ده بيقرا لمين؟ لابن كثير او لورش. خلاص. لان هو قال لك ايه؟ يعذب دنا بالخلف. اصل كل اهل سما المفروض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، حمزه والكسائي واهل سما بالكامل، بس معنا الامام ابن كثير بالخلاف، بالخلاف وورش بلا ايه؟ بلا خلاف. في هنا تحقيق للايه؟ للعلماء. قالوا البعض قال ده الإمام ابن كثير له الإظهار قولا واحدا ولا خلاف له من طريق الإيه؟
من طريق الشاطبي، انما اللي له الايه الاظهار قولا واحدا، ورش ورش له الاظهار قولا واحدا، وقالوا اني برضو كمان معاه مين؟ ابن كثير. اسمع معاي، انا رجعت الى هذه الشروح. السخاوي في كتاب ايه؟ افتكروا كده، شرح الوصيه. طيب الفاسي في اللآلئ الفريدة، الموصلي في كنز المعاني، أبو شامة في إبراز المعاني، السمين الحلبي في نعم طيب، وابن القاصح والسيوطي، هؤلاء جميعهم ذكر أن ابن كثير له الخلاف، له الخلاف. الشيخ القاضي رحمة الله عليه قال ولكن التحقيق، انتبهوا معايا يا أحب، ولكن التحقيق أن ابن كثير ليس له من طريق النظم وأصله إلا الإظهار، فلا يقرأ له إلا به. طيب أصل الـ أصل الـ 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 النظم إيه؟ التيسير. طيب الشيخ في كتاب التيسير الداني قال وأظهر ورش يعذب من يشاء في البقرة، واختلف عن قنبل وعن ابن كثير أيضا وأدغم الباقون. يبقى هذا الأصل، يبقى معناها الشيخ برضو إيه الشيخ، فيعني رجعت يعني هذا الأمر، قلت ترجع للمسألة دي. فذكر الإمام في التيسير وفي الجامع، الإمام الداني في كتاب التيسير وفي كتاب الجامع، وربما الشيخ طبعا أنا لم أقف على ما استند إليه مولانا الشيخ القاضي رحمة الله عليه، لم أقف على ما استند عليه في قضية الجزم بأن الإمام ابن كثير ليس له إلا الإيه؟ إلا الإظهار، إلا الإظهار. طبعا أنا بقول لكم الشروح اللي قدامي دي كلها، السخاوي، الفاسي، الموصلي، أبو شامة، السمين، ابن القاصح، السيوطي، كل هذه التفسير قالت الإيه؟ قالت بالخلاف عند هذا البيت، قالوا بالإيه؟ قالوا بالخلاف بين الإيه؟ بين الإظهار والإدغام، بين الإظهار والإدغام. وبهذا يكون قد انتهى باب حروف قربت مخارجها. طيب مش عارف نقدر نكمل، ناخد النون الساكنة والتنوين، نكمل. طيب ثم قال الناظم رحمة الله عليه لا أنا بقول اسمعوني، خلينا نرجع هذا الباب لأن فيه كلام كثير هنتكلم مع بعض فيه، ربما الكلام في هذه الأبيات الخمسة حيطول عن الكلام فيما سبق لأن فيه كلام كثير. نكتفي بهذا القدر، ونسأل المولى تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، كرم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصف أنا وش حنصف وكفيها. الله الله يا ربي حين على مصري مين يبعد سلام في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لنسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله أصغر العلماء.